بعد توقف دام لعقد وأكثر، تعود عجلة العراق الصناعية للدوران ولو ببطء مقارنة بما مضى، على أمل النهوض بالواقع الصناعي والاقتصادي على حد سواء، وذلك بالعمل على توفير بيئة مناسبة للإنتاج المحلي من خلال تجهيز المصانع بما يلزم من منشآت حديثة تتوافق مع المعايير العالمية للجودة وأحكام مقاييس السيطرة النوعية، على الرغم من المطبات الصناعية التي تقف في طريق الصناعة الوطنية على المستوى الأمني والسياسي واللوجستي. منذ 2003 ولحد الآن الصناعة تتراجع، والسبب عدم وجود دعم وحماية. صدر قانون حماية المنتج الوطني لكنه يلاقي عراقيل بالتطبيق. العراق بدأ يواكب الحضارة وبدأ يصنع المنتج العراقي الأصيل اللي احنا كنا نطمح انه يرجع كسابق عهده وأفضل، وإن شاء الله هاي الجودة اللي موجودة حاليا هي أفضل من العام وأول العام من بقية السنين. الصناعات العراقية التقليدية ترتبط بصناعة البترول منذ عام 1973، حين كان العراق يملك السيطرة على معظم حقوله النفطية، ولكن الآثار المترتبة على العقوبات الدولية منذ عام 1990 وتراجع البنى التحتية بعد عام 2003 زادت من القيود المفروضة على الدولة، مما عرقل سير الإنتاج الصناعي وحل محله المنتج الأجنبي بفعل تخفيف ضريبة الاستيراد الممنهج. عندنا مواصفات جدا عاليه للاصباغ يضاهي يعني المنتجات الاجنبيه الموجوده بالسوق. طبعا اكيد يساهم يعني الشركه تساهم يعني دعم المنتج الوطني، دعم السوق العراقيه، دعم الايدي العامله العراقيه. بدايه تاسيس المصنع كانت في سنه 2018، والمصنع قام بتصدير الى المملكه العربيه السعوديه 70 حاويه خلال شهر واحد فقط، وإلى المملكة الأردنية الهاشمية، وإن شاء الله بعد استحصال شهادات الآيزو سيتم التصدير إلى جمهورية مصر العربية. الصناعة إحدى الأعمدة والأركان الأساسية التي تقوم عليها البلدان المتقدمة والمستقرة اقتصادياً، لما لها من دور فاعل في خفض مستوى البطالة من خلال تسخير اليد العاملة المحلية واستهلاك موارد الدولة ومنتجات المصانع الأخرى المصنعة للمواد الخام، ما يعزز النمو بالإنتاج الوطني ويقلل من الاستيراد. لبرنامج حديث بغداد، مسأل قيسي، MBC العراق.